زينب، يعني مو معقول قديش بطيئة هي المرة، لأنه كل ما طلبت شي بده 40 ساعة ليجي. معك حق يا صفية، هالأيام ما بقى في خدمات سريعات مثل وقت اللي كنتي انتي، ما هيك؟ أوه الحمد لله. لكن رح روح خبر جولسون بهالخبر، بلكي بيرتاح قلبه. يلا. لوين راح عبده؟ راح لحتى يخبر جولسون. الحمد لله مر كل شيء على خير، طلع فرهاد من العملية أموره منيحة. جولسون؟ تتذكر آخر مرة لمست فيها شعرك؟ أنا بتذكر، كنت بالمدرسة، المدرسة الإعدادية. بتذكر كيف كان شعرك قاسي مثل الفرشاية، ودائما تحاول ترجعه لورا وما كان يزبط، وتضل واقف قدام المراية ساعات طويلة كتير، وبعدها تروح تعصر ليمونة وتحط العصير على شعرك. ما كنت تترك ليمونة بالبيت. أف، وأنا خانك وتقلي أوف يا أمي. هدي كانت آخر مرة بتقلي أمي. خالي عم يتصل. رد عليه. أيوة خال، الحمد لله. شو عم بيقول؟ أهو ألف الحمد لله، ألف الحمد لله. عبدو شو قال؟ لحظة جنين. ماشي خالي، ماشي يا خالي. اليوم صار جد، لا تواخذني، ممكن تسامحني؟ لأن تعرف فرهاد مثل أخي، لهيك. نطلع من الباب الخلفي، ما بدي أعلق مع الصحفيين وأسئلتهم الزايدة. إيه. عروستنا، شكراً إلك.
فرهاد شو عم تعمل؟ شو مفكر حالك؟ برجع بحكي معك. ماشي. سلامتك فرهاد. انت ما عم بتكذبي؟ اكيد انت تغيرتي بنتي. امي والله انا تغيرت كتير، اخذت قرارات مهمه، السبب جنيد وانتي. قلتوا لي شغلات صعبه مثل الكف، وبعدين وقفت لحالي عمرايه وطلعت وخفت من يلي انا شفته، قرفت من حالي، كرهت حالي. بترجاكي ما تطلعي هيك انه مو مصدقتيني. كل شيء انا بحتاجه هلا انه تشجعوني لحتى اقدر انجح. كوني معي، خايفة أوقع. أبداً ما بدي أفشل ولا أرجع مثل ما كنت من قبل، جد ما بدي. عطيني سبب واحد لصدقك، خليني أقول جواتي إنه هالبنت إيه رح تنجح باللي هي ناويته وتعمل هالشي. تعرفي من شو بخاف أنا؟ أنا من يوم قصة جلسوم ما صارت ما لحقت أشكرك، وهي فرهاد حادثته وانتي انقذتي كمان. انتي صار لك دين كبير برقبتي وما بعرف كيف بدي رده. ما نوشي مهم ست يا تار، شو رح يصير لجلسوم؟ ما بعرف، عن جد ما بعرف. يعني بواسي حالي بقول خير، بس ما بعرف شو رح يصير. طيب يعني قدرتي تعرفي مين أبو؟ بقدر حالتك إذا ما بدك تخبريني، أنا بالنهاية مالي علاقة بالقصة. ما عم تحكي، عملت المستحيل لخليها تحكي، وكل ما هي عندت أنا بخاف من جوابها أكتر. أنت دخلتي هالبيت بطريقة وشروط ما لا سهلة، وشفتي كتير، بس مع ذلك ليكي أنا بشوف لولاكي كنت ضيعت ابني وخسرته بحياتي، حتى جلسوم وفرهاد كمان كنت رح ضيعهم سوا بلحظة. ما بعرف كيف بدي أتشكرك عالشي، ويا ريت بعرف أعطيكي حقك. رايحة أشوف فرهاد. تفضل. أمي كيف شايفتيني؟ طالعة كتير حلوة. شو لوين؟ رح أخذ جلسوم وبشوف أصلي إذا بتحب تروح كمان، ومنروح نتسوق شوي ونتسلى مع بعض. إيه حلو، يلا بالسلامة. يلا بخاطرك. الله معك. اطلعي لبرا صفية. يا أمي خوفتيني، بحلف لك لو ضليت عم فكر 40 سنة ما رح أعرف. عن شو عم تحكي أنتي؟ جنيد مو؟ يا بنت لك جنيتي شي، طلع هو. إيه هو يلي عملها. شو؟ شو قصدك؟ ما فهمت شو عم تحكي أنتي؟ الولد أبو جنيد مو صح؟ خدوها. اوف، وهي انا هلا خلصت الكوي حابين بعض. انا ما بظن. مو لهالدرجه،
كل الوقت بيضلوا عم يتخانقوا. الأول إذا قال أبيض تاني بيقول أسود. هذا ما اسمه خناق، هاد دلال. بنتي نحن مرق علينا هالعمر هيك كيف ما كان، بس كمان نحن منعرف شو يعني الحب. بكشف العشقان من نظرة عينه فورا. أنا رايح أكمل شغل. ألو، تفضل. مرحبا فرهاد، عندك صدقة واجبة. مين معي؟ ما خبرك خالك الحبيب عني؟ أنا شاهين. أهلا وسهلا. أهلين، عندي طلقة مخبية لحضرتك، إذا بتحب نتقابل لحتى رجع لك إياها، شو رأيك؟ العفو منك، خليها عندك. عندي كتير منها، لشوف لمين. اطلع على الصورة وشوف لمين خصصت واحدة منها.